ورحمة الله وبركاته. وقعت لاعبي الأهلي مع مشجع الزمالك في المطار مقارنة بشيكابالا. علق رحاب برجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق على فكرة ما يحدث لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك من اضطهاد من جمهور الأهلي على مدار السنوات الماضية، وضرب مثلا بما حدث من لاعبي الأهلي تجاه المشجع الزملكاوي في المطار أثناء مغادرتهم أرض المملكة المغربية وحالة التهكم على الرجل. على فكرة كان عيب نجوم المفروض كبار يستهينوا بمشجع أو مواطن مصري، وبالمناسبة احنا دايما بنقولها هنا على كل النجوم سواء أهلي أو زمالك، مفيش نجم بجد يرد على جمهور. رحاب برجيلة أشار إلى فكرة أنهم لم يستطيعوا تحمل مشجع واحد لوح بعلم الزمالك، فما بالك بشيكابالا الذي تتم إهانته طول عمره في الملاعب. عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب رحاب برجيلة قائلا: تخيل إنك ما استحملتش فرد واحد لوح ليك بعلم المنافس، لا شتمك ولا قل أدبه عليك، لكن بتعيب على شيكابالا رد فعله لما يبقى 50,000 بيشتموه بأمه وأبوه وبيهنوه في عرضه وبيعنصروه عليه. والله كلامك مظبوط.